الدوري الإيطالي 39 سنة لباولو زانيتي، يأتي بعد مباشرة تياغو موتا مدرب بولونيا ب 40 سنة. خطيرة هذه الكرة، خطيرة. 1-0 1-0 1-0 إمبولي أخيرا يسجل في ريناتو دالارا هدف، فعلها الأرجنتيني نيكولاس، فعلها هندرسون الاسكتلندي. هندرسون يسجل هدف أول للازوري. نعم، إمبولي يسجل في الدقيقة 75 بخطأ مشترك من حارس المرمى سكوروبسكي، من المدافع لوكومي والمدافع بوش. 1-0. نعم، يسجل باندينيلي هو من يسجل، القائد هو من يسجل، باندينيلي، فيليبو باندينيلي يسجل هدف أول لمصلحة إمبولي في الدقيقة 75. نعم، قائد إمبولي يسجل ثاني أهداف هذا الموسم بعد هدفه في مرمى روما في الجولة الماضية. نعم، يسجل المباراة الثانية على التوالي. شوف التحرك، شوف الدربكة، شوف الخطأ الواضح بين المدافع وحارس المرمى سكوروبسكي.